الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا نقول إلا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، اللهم آمين. أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام، وما زلنا في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم وتشريف المغفور له بإذن الله العمدة محمد عبد الغفار الدين. وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم شافعا وشفيعا له في قبره، اللهم آمين. أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام، نعود وإياكم إلى مأدبة القرآن الكريم. استمعوا لهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية، وعلم من أعلام محافظة المنوفية، ونجم من نجوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والقارئ الذي استمعنا إليه اليوم في قرآن الفجر لهذا اليوم عبر أثير إذاعة جمهورية مصر العربية وإذاعة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بطوخ طنبشة التابعة لمركز مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يتلو علينا من آيات الله البينات، وندعو الله تبارك وتعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنة Thank you.
بسم الله
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وما تأتيهم من آية
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسوف يأتيهم فأهلكناهم
كشفنا من بعدهم قرننا قريب Oh,
ولو أنزلنا فلكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولقد اهتدوا برسل من قبلك فحيق بالذين شكروا منهم ما
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا قل غير الله أتخذ وليا Yes.
بخير فهو على كل شيء قدير. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم قارئ تحدي الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمركز مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية. نقلناها لكم على أحدث وحدات الإذاعة والإنارة الحديثة والفراشة الكبرى قد ركبت لكم من أولى مخازن ومعارض الفراشة الذهبية العالمية على مستوى جمهورية مصر العربية من جوهرة السرادقات مؤسسة طولان صالح لأعمال الفراشة وأعمال الفندقية وتنظيم المؤتمرات العالمية وليالي القرآن الكريم. الإدارة الناجحة والواجهة المشرفة الحاج مبروك صالح وأولاده المقيمين بصفق العنب التابعة لمركز مدينة إيتاي البر ونيابة عن جميع عائلات الدين وأسرة الراحل الكريم يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من جاء للعزاء والمواساة وشكر الله سعيكم جميعا.